اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات ما يحدث. القرار الامريكي بصرف المساعدات العسكريه الامريكيه كامله لمصر وبدون اي نقصان، الحقيقه كان قرار مفاجئ وراه كواليس واسرار تفاصيل كتيره جدا. امريكا ما صرفتش المعونه عشان خاطر سواد العيون، لا، امريكا اضطرت مجبره وعشان حاجات بتهدد امنها القومي انها تقدم على القرار ده. طيب ايه هي الحاجات دي؟ ايه هي الامور اللي اجبرت امريكا على انها تقدم على مثل هذا القرار؟ ده اللي هقوله لكم في حلقه النهارده. لا، وخد الانقح كمان، مصر رفضت صفقه سلاح امريكيه وقالت لامريكا مش عاوزين سلاحك، وراحت عملت صفقه تانية بديله مع الصين عشان تستبدل السلاح الامريكي بسلاح صيني. حقيقي الكلام ده حصل؟ ايوه حقيقي الكلام ده حصل، وهقول لكم برده في حلقه النهارده ده حصل امتى وازاي وليه. والجديد كمان ان اسرائيل عندها مخاوف من تحركات مصريه بتحصل على الحدود المصريه الاردنيه الاسرائيليه، وقالت ان فيه معدات بتتحرك وطيارات من غير طيار بتتحرك، وراحت بلغت امريكا طلبت منها تفسيرات للي بيحصل ده. في حلقه النهارده هنتكلم عن كل المستجدات دي بالدليل والتفصيل، وهنحاول نقرب الصوره ونقول تحركات مهمه ومعلومات اهم عن واقع ما يحدث. بس ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب على القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. فجأة كده وبدون اي مقدمات الولايات المتحدة الأمريكية بتعلن صرف المساعدات العسكرية لمصر كاملة وبدون أي نقصان، رغم التوتر الحاصل في العلاقات بيننا وبينهم على خلفية اللي كان بيحصل واللي بيحصل في إسرائيل وفي محور فيلادلفيا، وعلى خلفية كمان العقوبات المطروحة للنقاش في الكونجرس الأمريكي ضد مصر، وعلى خلفية الغضب الأمريكي نتيجة اتجاه مصر لتنويع مصادر التسليح سواء من روسيا أو الصين. ورغم التهديد ورغم الوعيد الأمريكي ورغم التلويح بمعاقبة مصر عشان محاولتها الخروج من تحت العباية الأمريكية، إلا أن أمريكا بفجأة كده تراجعت وقررت أنها تفرج عن المساعدات كاملة. على فكرة المساعدات دي بتبلغ حوالي 1.3 مليار دولار. بالمناسبة الكلام ده أول مرة يحصل في عهد الإدارة الأمريكية الحالية للرئيس جو بايدن، وانا في تقديري ان ده حصل نتيجة صلابة ومرونة الموقف المصري في نفس الوقت ورفضه الرجوع او الخضوع لاي املاءات او سياسات لي الزراعة. يبدو كمان انه ربما يكون محاولة امريكية لتلطيف الاجواء وترضية مصر. صحيفة نيويورك تايمز نقلت تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الامريكية وقال فيها ان واشنطن بالقرار ده بتعتبر تغاضت عن اشتراطات كانت بتشترطها سابقا في ملف حقوق الانسان، ودي من وجهة نظري المتواضعة كلها مبررات اعتقد مش هي مربط الفرس يعني. لان اللافت في الامر هو التصرف اللي عمله وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن لما بلغ الكونجرس رسميا بان المعونة هتروح لمصر كاملة في هذا العام ومش هنعلق او هنقطع منها اي شيء زي ما كنا بنعمل قبل كده، وقال لهم ان ده هيحصل لاسباب متعلقة بمصلحة الامن القومي الامريكي. والكلام ده معناه انه ما صرفش المساعدات كامله عشان خاطر سواد العيون ولا رغبه في ان هم عايزين يدعموا مصر، لا، ده عشان مصالح متعلقه بالامن القومي الامريكي. امريكا يا جماعه بحاجه لمصر في اطار ترتيبات عايزه تعملها في المنطقه ومتعلقه بالحرب اللي دايره في غزه. امريكا اخر اولوياتها هو ملف حقوق الانسان، وبتستخدم الملف ده فقط كورا الضغط على الاطراف الاخرى عشان تحقق مصالحها وتخدم اهدافها. امريكا بتعتمد على القاهره للتوسط في المحادثات المتعسره لحد دلوقتي بين اسرائيل وحماس. امريكا عايزه توصل لاتفاق يعيد الرهائن مره اخرى، امريكا عايزه توصل لاتفاق يوقف اطلاق النار في قطاع غزه، ومش هتقدر تنجز اي خطوه في هذا الملف بدون وجود مصر، خاصه وان اسرائيل زي ما قلت قبل كده متوترة. من الآخر كده إسرائيل عندها ترقب وحذر من تحرك مصري قد يستهدفها هي بشكل مباشر، وبالأخص بعد صفقة المقاتلات الصينية المتطورة اللي خدتها مصر من الصين، خاصة وإن الطيارات دي هتحل محل المقاتلات الأمريكية. أيوة هتحل محل المقاتلات الأمريكية، مصر بتحدث سلاحها وبتتحرك بثبات عشان تغير فلسفة أو استراتيجية الاعتماد على أمريكا، لكن ده بيتم بشكل تدريجي لأن الاستراتيجية دي موجودة من أيام السادات. عشان كده السياسة المصرية الحالية بتحاول تتحرك من التبعية الأمريكية بشكل متدرج، بتحرر نفسها من قيود كتيرة بتعرقل توجهاتها وبتعطل قرارها وبالأخص في الملفات والقضايا الحيوية.
مصر خلال الفترة اللي فاتت وقبل ما يطلع قرار الإفراج عن صرف المساعدات الأمريكية كاملة رفضت إنها تشتري سلاح من أمريكا وراحت عاملة صفقة سرية مع الصين، والأمر ده بالطبع كده وأنت مغمض أقلق إسرائيل. ده مش أقلقها وبس، ده رعبها كمان. وعلى فكرة مش أنا اللي بقول الكلام ده، ده إعلامهم الإسرائيلي هو اللي بقول الكلام ده، وطلع الكلام ده في موقع اسمه موقع ثروجين. الموقع ده موقع إخباري في الداخل الإسرائيلي، قال إن مصر رفضت عرض أمريكي لشراء طائرات مقاتلة وراحت وقعت اتفاقية مع الصين واشترت طيارات بيسموها طيارات الشبح الأسطورية علشان تبقى بديل لأسطول الطيارات F-16 الأمريكية. الموقع قال كمان إن الأنباء دي استقبلتها تل أبيب بمزيد من الحذر والقلق الشديد، خاصة مع تزايد التقارب اللي حاصل بين مصر والصين. الموقع العبري الإخباري تطرق برضو للزيارة الأخيرة اللي قام بها الفريق أحمد خليفة رئيس أركان الجيش المصري، الزيارة اللي هي قام بها على الحدود مع غزة وعلى حدود منطقة فيلادلفيا المحتلة، وقال إن هذه الخطوة من جانب مصر خطوة غامضة تزيد من حدة التوتر مع مصر، وده كمان بيشير لاتجاه مصري مثير للقلق ممكن ينجم عنه مستقبلا تحركات غير مأمونة العواقب من الجانب المصري. وفي نفس المسار على فكرة طلع موقع قناة ماكو الإسرائيلية ونشر برضو تقرير اتكلم بنفس السياق عن اتفاقية التسليح المصرية الصينية اللي تم توقيعها بين الطرفين، وأكد على نفس المعنى بأن مصر رفضت أنها تحدث أسطول طياراتها من الجانب الأمريكي، وأن مصر لجأت للصين عشان تعمل تحديثات عسكرية من مصدر تاني خالص بعيد عن أمريكا، راح تشتري طيارات مقاتلة صينية من طراز G10C، ودي الطيارات دي عشان تحل محل الطيارات الأمريكية زي ما قلنا اللي هي F-16. قناة ماكو قالت كمان إيه؟ إن المعلن والظاهر بيقول إن دي خطوة طبيعية بتقوم بها مصر، خطوة بريئة، عادي جدا إن أي دولة تاخد قرار داخلي بإنها تجدد أسطولها وتحدث معداتها العسكرية وتشتري طيارات حديثة من مصادر تسليح متنوعة ومختلفة، لكن لما ده يتزامن مع التوتر المصري الإسرائيلي الحاصل على الحدود وتمسك تل أبيب باحتلالها محور فيلادلفيا واحتلال معبر رفح، فمن المؤكد ان الخطوات دي بيكون ليها مدلول وليها مغزى وليها عواقب وخيمه على اسرائيل، حتى لو كانت العواقب دي ممكن تتم على المدى البعيد مش على المستقبل القريب. عشان كده هم عندهم حاله من القلق. صناع القرار الاسرائيليين عبروا عن قلقهم الشديد من التحركات المصريه، وده بالمناسبه برضو كلامهم هم في اعلامهم الاسرائيلي. صناع القرار الاسرائيلي شايفين ان شراء المصريين لطيارات صينيه بديلا من الطيارات الامريكيه خطوه في اتجاه المحور اللي بتعمله الصين مع روسيا وايران، واصبح عندهم مخاوف كبيره ان مصر تنضم للمحور ده. وهنا انا عاوز اكد على حاجه مهمه جدا، وهي ان على الرغم من القرار الامريكي بصرف المساعدات العسكريه لمصر كامله بدون اي نقصان، لكن تبقى امريكا دوله غير مامونه الجانب، ممكن جدا انها تنقلب علينا في اي لحظه، وزي ما بقولوا كده المتغطي بالامريكان عريان. اما مصر والصين فالحقيقه بينهم شراكات طويله وقديمه، ممكن ما كانتش بالقوه دي قبل كده، لكن اللي حصل من تنامي للعلاقات وتطورها لفت اليها الانظار، واصبحت هذه العلاقات مركز قوه، خاصه ان الشراكات دي تطورت من شراكات اقتصاديه الى شراكات سياسيه وعسكريه، وحصل توريد لمعدات عسكريه صينيه متطوره لمصر، ووصل مصر كمان غواصات ومدمرات وطيارات وكتير من المعدات الحربية الحديثة. والأجمل في الشراكة المصرية الصينية دي هي أنها شراكة المصالح المتبادلة وليست شراكة الإذعان أو فرض الأوامر أو شراكة لي الزراع، شراكة ما فيهاش تدخل في السياسات والشؤون الداخلية، وده أمر الحقيقة مشجع وجاذب كمان، جاذب لأي طرف من الأطراف أنه ينمي ويعظم من شراكات نزيهة من هذا النوع، مع ملاحظة كمان ان الصين بتقدم لمصر اسعار تنافسية غير مبالغ فيها زي ما بتعمل امريكا، ده غير انها بتقدم منتجات تكنولوجية متطورة حديثة وانظمة متقدمة الكترونية. وخليني اقول كمان حاجة مهمة جدا، وهو انه على مر التاريخ لم تتعرض لا مصر ولا اي دولة عربية لأذى او عدوان او احتلال من المعسكر الشرقي زي الصين وروسيا مثلا، باستثناء فترة المغول والتتار، وده كان في هذا التوقيت كان توجه قبلي وتوجه قبائل وليس توجه دول، لكن عايز اقول ان الصين وروسيا عمرهم ما جم احتلوا ارض عربية او دولة عربية زي ما حصل من الغرب على مر التاريخ القديم والحديث. طول عمر الغرب وطول عمر الامريكان مصدر قلق وتآمر وخيانة وغدر وازعاج للعرب، طول عمرهم عندهم طمع في خيرات وثروات وأرض العرب والمسلمين. كل الغزوات وحملات الاحتلال والحروب على مر التاريخ كانت جاية من عند الغرب والأمريكان، وزي ما قلت لا سمعنا ولا شفنا أن الصين قبل كده أو روسيا
عملوا غزوة أو حملة عسكرية تحتل فيها دولة عربية أو أرض عربية. عشان كده التعاون معاهم هو تعاون نظيف ما فيهوش تاريخ ملوث بالدم ولا الغدر ولا الخيانة ولا الطمع ولا الاستعمار ولا التدخل في السيادة وفي الشؤون الداخلية. مصر بصراحة في الفترة الأخيرة غيرت من نهجها في التعامل السياسي مع أمريكا ومع غير أمريكا، بدأت تتحرر من قيود كتيرة جدا، قيود كانت قديمة ومش بتنتظر أو بتبص لأي ردود فعل من أي طرف من الأطراف، سواء أطراف دولية أو محلية لما بتيجي تاخد أي قرار متعلق بسيادتها. كل ما يهم مصر فقط هي مصلحة مصر وشعب مصر وسيادة مصر، بغض النظر عن ردود فعل أي طرف، سواء أمريكا أو أوروبا أو إسرائيل، وبالأخص في قرارات التسليح. مصر بتتعامل بمنطق السيادة والحرية والحق الأصيل في إنها تحدد وتجدد وتنوع من مصادر السلاح، ومش من حق أي طرف خارجي ولا دولي ولا محلي ولا إقليمي أن يحط لنا أي تقييمات سياسية على تصرفاتنا أو توجهاتنا، سواء بالإيجاب أو بالسلب، لأننا من الآخر كده لسنا في انتظار مثل هذه التقييمات، وربما ننظر إليها بكثير من السخرية والتعجب. عشان كده المخاوف الإسرائيلية بتزيد كل يوم من مصر الآن، وده باين جدا من التسريبات اللي بنشرها الإعلام العبري. في تقرير تاني نشرته صحيفة معاريف قالت فيه ايه؟ قالت ان فيه مخاوف عندهم من خطوات مثيرة للقلق بتحصل على حدودهم مع مصر والأردن، وقالت ان فيه نشاط غامض للمهربين وبدأوا يستخدموا اساليب جديدة متطورة في عمليات تهريب الاسلحة من على حدود مصر والأردن، وده بيتم من خلال طيارات بدون طيار بيتم تسييرها على جانبي الحدود وبينقلوا البضائع، وبعد كده يوصل المهربين لمنطقة اللي بتهبط فيها الطيارات المسيرة فيها بدون طيار يعني، بيبقى معهم مركبات وشاحنات سريعة بيجمعوا الحاجات دي والمعدات دي المتهربة وياخدوا كمان الطيارات اللي هي بدون طيار ويهربوا من غير ما اي حد يقدر يشوفهم او يكتشفهم. عشان كده في خوف كبير جدا عند اسرائيل، في قلق وفق اللي نشرته صحيفة معاريف، في خوف من تحول حدود مصر والاردن الى طرق سريعة يتهرب منها العبوات الناسفة والسلاح للداخل الفلسطيني والحركة حماس. دي تقريبا أدق التفاصيل في ملف السلاح والتسليح وفي ملف مخاوف تل أبيب من مصر. أتمنى أني أكون قدرت أشرح الصورة بشكل واضح ومبسط وكاشف لحقيقة ما يحدث. يا رب انصر مصر واحفظها من كل سوء، واحفظ الأمة العربية، وانصر الشعب الفلسطيني في معركته الأزلية ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاصب للأرض والعرض. أشكركم، السلام عليكم ورحمة الله.